عودة من جديد لكل الناس متابعنا من خلال فقرات 24 جراد وصولا إلى فقرة تريند. يمكن هو موضوع مهم جدا، كما كشف وزير الصحة الدكتور عمر النجيب أثناء المنبر الصحفي الذي عقده يوم الاثنين عن ارتفاع نسبة تقزم الأطفال في السودان، وبلغت النسبة العامة 36% وسط الأطفال، فيما بلغت 46% في دارفور، وبلغت 50% في البحر الأحمر، و 67% في كسلة، ورجع كل ذلك إلى سوء التغذية. للحديث أكثر حول ارتفاع معدلات التقزم في وسط الأطفال، بسعد أنه تكون ضيفتي من داخل الاستوديو دكتورة إلهام بلة محمد طه، هي مسؤول قسم المغذيات الدقيقة برنامج التغذية القومي والإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية وزارة الصحة الاتحادية. مساء الخير عليك، وكيف أحوالك؟ مساء الخير عليكم في سودانية 24، ومساء الخير على كل أهلنا وأحبابنا على امتداد بلدنا العزيز السودان. مساء النور عليك. يمكن المشكلات كثيرة جدا، تحديدا اللي هو الأطفال وفئة الأطفال هم المهمين في الفترة الحالية، اللي هو دائما بيحصل لهم سوء في التغذية، بعد ذلك بتتبعها مشكلة. فدارين نعرف نحن معاكي التغذية السليمة لكل الأطفال بحيث إنه ما تحصل لهم مشكلات من ضمن تقزم الأطفال. شكرا لك كثير على الفرصة والإتاحة يعني المرة الثانية إطلال عبر برنامج سودان. حقيقة لما نتكلم عن التغذية السليمة يمكن هي لكل الناس، ما للأطفال بس، هم من الفئات الأكثر عرضة. صحيح. فنقصد بها التغذية السليمة إنه الإنسان يتناول الغذاء بتاعه يكون فيه كل العناصر اللي بيحتاج لها الجسم. وإذا تكلمنا تفصيل على العناصر دي، إحنا بنقصد بها إنه لازم في يوميا في وجباته دي يكون يتناول عناصر تحتوي على النشويات والدهون والبروتينات. طبعا النشويات والدهون بنسميها مواد الطاقة، البروتينات هي مواد البناء، بالإضافة إلى الأملاح والمعادن والفيتامينات، ودي بيحتاج لها الجسم للعمليات الدقيقة والحيوية اللي بيقوم بها، بالإضافة طبعا يعني للموية. زي ما عارفين جسم الإنسان يمكن ما يقارب 70 إلى 76% أو 65% من جسم الإنسان هو عبارة عن ماء، فبالتالي جسم الإنسان بيحتاج أو الإنسان بيحتاج إنه يتناول الموية بكمية كافية. الأطفال ما يقارب 80 إلى 85% من جسمهم موية، فبيبقى تناول الموية بكمية كافية مهم جدا. مهم جدا. طيب يمكن في الإحصائيات ذكرت اللي هو نسب كبيرة جدا بتاعت اللي هو سبب تقزم الأطفال أو الأطفال مصابين بالتقزم، فللأسف الشديد هنالك ممكن نقول اللي هو جهل فيما يدور اللي هو حول التغذية السليمة بالنسبة للأطفال. ما وراء ذلك، أو ممكن نقول الأسباب اللي بتخلي معظم الأسر تجهل أبسط ممكن نقول اللي هو المغذيات اللي ممكن تكون هي مفيدة بالنسبة للأطفال منذ الولادة. يعني تحديداً إنه ناس كثيرة من الأسر بيراجعوا عند الطبيب إنه تأكل شنو، تعمل شنو، كيف مثلاً اللي هو تسد الحوجة الأساسية بالنسبة لل ممكن نقول الحامل. بعد ذلك أكيد لما تولد الطفل بيكون عنده نقص معين في حاجة معينة، كيف أكيد تقدر تستمر هي مع الطبيب أو مع الدكتور. حقيقة إحنا إذا تناولنا التغذية السليمة بتبدأ من الطفل منذ الولادة. الطفل محتاج إنه منذ الولادة يكون تغذيته سليمة. الأطفال منذ الولادة إحنا بنوصي بالرضاعة الطبيعية المطلقة لحد 6 شهور. أطفالنا ما بيحتاجوا لأي إضافات غير لبن الأم، وإحنا يعني من هنا بنوصي كل الأمهات، ونعرف تماما إنه كل أمهات بلادي هم حريصات على صحة أطفالهم. صحيح. الطفل ما بيحتاج، يمكن بعض الناس يقول لك إنه إحنا الجو حار في السودان فبحتاج أدخل موية. حقيقة ما بنحتاج، يعني لأنه لو إحنا عاينا للفسيولوجيا بتاعت اللبن الأم بنلقى إنه لبن الأم في الأول بيكون كمية الموية فيه كتيرة. نعم. عشان يروي الطفل. بعدك بتبدأ زيادة في العناصر، حتى بيبقى تقيل، طعمه بيبدأ يتغير، بتكون فيه دهون والبروتينات وباقي العناصر الغذائية. فحقيقة الطفل في 6 شهور الأولى ما بيحتاج غير لبن الأم. بعد ذاك بحتاج إنه أدخل له التغذية السليمة، وزي ما قلنا تغذية سليمة معناتها تنوع غذائي. وممكن احنا عندنا كل مرشداتنا مرشدات تغذية على ضباط تغذية المنتشرين في كل مراكز الرعاية الصحية في السودان، هم مدربين
على انه يوصلوا المعلومه دي للام ويساعدوها ويوروها هي كيف تغذي طفله وهو محتاج لشنو في كل مرحله يعني. صحيح. حتى بالشهور يعني. نعم. بعد ذاك بصوره عامه لكل الناس انه لازم يكون في تنوع في الغذاء. تنوع يعني انا لازم اكل دهون، اكل بروتين، اكل نشويات، في نفس الوقت لازم اكل سلطه، لازم اكل فواكه حسب الشيء المتاح. يعني احنا ما بنقول لازم كل انواع الفواكه، لازم كل انواع الخضار، لا، حسب المتاح. احنا عندنا مواسم كثيره في الزراعه، فحسب المتاح في الموسم المعين الناس تتناول. اذا انا قدرت انوع في الغذاء بالتالي انا بقدر احافظ على صحتي وصحه اسرتي. صحيح. طيب هنالك ما يسمى بالمغذيات الدقيقه، إذا نتعرف عليها من خلالك بشكل ممكن يكون دقيق برضو. المغذيات الدقيقة إحنا بنقصد بها الأملاح المعدنية والفيتامينات. طيب. المجموعة تحت الفيتامينات كلها، وبتجي أهميتها وتناولنا لها بصورة خاصة يعني، لأن هي الجسم بيحتاج لها كمية بسيطة لكن دورها كبير جدا في القيام بالعمليات الحيوية داخل الجسم، بالإضافة إنه الجسم ما بيخزنها، فبالتالي أنا بحتاج لها بصورة كبيرة. يعني الدهون، السكريات، الجسم إذا اتناولتها بصورة أكبر ممكن الجسم يخزنها في شكل دهون. طيب. اللي هي بتصهر لنا بتكون واضحة، لكن الفيتامينات والأملاح المعدنية الجسم بياخذ حوجته منها، يمكن حتى التخزين بكمية بسيطة جدا، فبالتالي أنا بحتاج إنه أتناولها بصورة يومية وبصفة متواصلة يعني. طيب يمكن نرجع اللي هو لموضوع ترند لهذا اليوم اللي هو ارتفاع معدلات التقزح وسط الأطفال. في أعراض معينة اللي هو لإصابة مثلا طفل معين بالتقزم، أو ممكن نقول في أشياء ممكن الأم تحسبها أو تعرفها تجاه طفلة؟ حقيقة في يمكن هو موضوع فعلا مهم جدا، ويعني وزير وزارة الصحة ومهتم بالموضوع ده كبير يعني، مفرد له مساحة كبيرة جدا. لما نتكلم عن التقزم أنا بتكلم عن توقف نمو الطفل، وتوقف نمو الطفل دي لأسباب، الأسباب هي دائما إحنا بنوكلها لأن هي أسباب تغذوية لنقص الغذاء أو تعرض الأطفال إلى أمراض متكررة والتهابات متكررة في سنين عمرهم الأولى. طيب. الهم الكبير أو المشكلة الكبيرة في التغزم إنه أنا التغزم في السنتين الأولى إذا قدرت أتعرف عليه ممكن أعالجه. ممتاز. أما إذا الطفل تم سنتين لا يمكن علاجه. ولما نقول تغزم أنا بلقى إنه الطفل طوله ما بيتناسب مع عمره. لكن السنتين الواحدة بتقدر مثلا الأم تعرف إذا طفلة اللي هو قاعد ينمو نمو طبيعي أو لا؟ السنتين بتقدر تحدد فيها؟ ودي هي المشكلة الكبيرة. صح. لأنه إحنا نقص المغذيات الدقيقة ونقص الغذاء بيسمى الجوع الخفي، ما بيكون ظاهر، عشان كده إحنا مهتمين وفي الفترة اللي فاتت دي إنه لازم يكون في توعية كبيرة للناس عن أهمية المغذيات الدقيقة. صح. وتأثيرها على صحة أطفالنا. لأنه بعد سنتين بتبقى في إشكالية ما بيتم علاجها. يعني إذا تم الطفل سنتين تاني لا يمكن علاجه، وهو بيأثر على حياة الطفل، بيأثر على حياة الأسرة والمجتمع كله بيتأثر. طيب بعد الاكتشاف لا قدر الله إنه أنا طفلي مصاب ممكن أقول التقزم، كيف حقدر أعالجه قبل ما يحصل مثلا نقول السنتين، بحيث انه هو ينمو نمو طبيعي مثل باقي الاطفال يعني؟ زي ما قلنا انه التغزم هو بيأثر لي على نمو الطفل العقلي ونمو البدني، بالتالي حتى خلايا المخ بتتأثر، بيتأثر تحصيله الدراسي، بيتأثر تحصيله الأكاديمي، بيتأثر حتى الإنتاجية حقته، بيكون زول خامل كسلان، ما بيقدر يكون منتج زي أخوانه أو أقرانه في المجتمع. بالتالي أنا بأثر على الاقتصاد، بأثر على اقتصاد الأسرة، اقتصاد الفرد ذاته بيكون ما منتج،
ما بيقدر يوفر احتياجاته الشخصية، ما بيقدر يوفر احتياجات أسرته، بالتالي أنا بأثر على اقتصاد المجتمع واقتصاد الدولة. بالتالي الاستثمار في معالجة التغزم لدى الأطفال في الفترة دي أو مكافحته أصلاً قبل الحدوث دي مهمة جداً، وبينتج عنها يمكن إنه أنا بقدر يعني أقي صرف كثير من القروش في العلاج، وبالتالي ممكن إحنا نقدر نمزق فواتير علاج كثيرة أرهقت الدولة بصورة واضحة يعني يمكن، وأرهقت النظام الصحي بصورة كبيرة يعني. صحيح. طيب يمكن برضو من الأسئلة الشائعة، إذا مثلا الطفل مصاب بتقزم هل ممكن أقول إنه ده سبب لفتح أبواب تانية كثيرة لأمراض أخرى، ولا فقط هو بس حيفضل على التقزم؟ لا هو بيكون بيتأثر بصورة كبيرة زي ما قلنا، بيأثر على التحصيل حقه، على نموه، بيكون طوله غير متناسب مع عمره، بالإضافة ليكون عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة اللي لها علاقة بالتغذية زي السكري والضغط وبعض الأمراض التغذوية لها علاقة بالتغذية يعني مباشرة. ممتاز. طيب يمكن احنا في ضد ظروف ممكن تكون قاهرة جدا، واللي هي الظروف الاقتصادية اللي قاعدين نمر بها حاليا، وفي أسر كثيرة جدا ما بتقدر اللي هو توفر لأطفالها أبسط ممكن نقول الفيتامينات أو الغذاء ممكن يكون صحي وسليم، فبالتالي بيتأثر الطفل علشان بعد ذلك تحصل له ممكن نقول مضاعفات كثيرة جدا من ضمنها اللي هو إصابته بالتقزم. كيف في الحالة دي الأسر ممكن نقول دخلها ضعيف اقتصاديا، كيف هي بتقدر في الحالة دي إنها تتحايل على ممكن نقول الوضع الراهن وتقدر تغذي طفلها تغذية سليمة؟ إحنا بنأكد على أهمية التنوع الغذائي، لازم الغذاء ده بصورة ما يحتوي على كل المغذيات الدقيقة، وإلا إحنا حنمشي بسوء التغذية، حنمشي للتغزم، وبالتالي حتتأثر الأسر كلها. ويعني اهتمام وزارة الصحة كان كبير بالتغذية وبالذات لدى الفئات الأكثر عرضة اللي هي فئة الأطفال أقل من 5 سنوات، فئة النساء الحوامل والمرضعات. فكان ممكن ده بيقودنا للسؤال الثاني اللي هي استراتيجيات وزارة الصحة عشان تقدر تكافح التغزم. الاستراتيجية الأولى هي التنوع الغذائي، وده بيتم عبر منابر التسقيف الصحي، ويمكن المنبر ده هو واحد من المنابر اللي ممكن إحنا تصل بها التوعية للمجتمع يعني أهمية التنوع الغذائي ولازم التسقيف الغذائي. الحاجة الثانية، إحنا عندنا مكملات غذائية بيتم توزيعها زي ما قلت لك الفئات الأكثر عرضة. الأطفال الأقل من 5 سنوات إحنا مستهدفينهم بكم استراتيجية، بنوزع فيتامين ألف للأطفال أقل من 5 سنوات، عندنا كان بيوزع مع حملات الشلل اللي هو توزيع الفاكسين والتطعيم بتاع الشلل، لقاح الشلل، بندي الأطفال لأنه نفس الفئة المستهدفة بلقاح الشلل هي نفس الفئة المستهدفة بفيتامين ألف. الآن وزارة الصحة بتعكف على إنه تدخل فيتامين ألف توزيع يكون في النظام الروتيني أو في الروتين بتاع وزارة الصحة عبر المراكز الصحية، وعندنا برامج كثيرة في المراكز الصحية متابعة النمو وغيره، وإحنا الآن بنحكف على الحاجة دي، حتطلع بصورة واضحة في الفترة الجاية إن شاء الله ويتم تنفيذ السنة الجاية، يعني إحنا من هسي بادئين فيها. طيب يمكن البداية ممكن تكون متأخرة شوية، لأنه الآن النسبة الموجودة 46 و50 و67 نسب كبيرة جدا، يمكن التقزم يجتاح كل البيوت. يعني أنا زي ما قلت لك هو التغزم ده يبقى ما أنا عندي إشكالية في التغذية، وللأسف إحنا إذا تكلمنا عن السودان إحنا عندنا مدن كثيرة، عندنا مدن زراعية، عندنا مناطق زراعية كبيرة، عندنا مناطق مطلة على النيل، بالرغم من كده إحنا عندنا سوء تغذية. يعني في بعض الولايات في آخر مسح عمل والمسح اللي قبليه أصهرت الولايات اللي ابتدى على النيل هي عندها مشكلة في سوء التغذية، وبالتالي أنا ما مشكلتي توفر الغذاء بقدر ما مشكلتي المعرفة بالغذاء.
فبالتالي احنا محتاجين نشتغل في التوعية واحنا شغالين فيها، لكن محتاجين نقويها. ما كان في اكتشاف كثير للحالات قبل كده، يعني احنا شغالين في التوعية في نفس الوقت احنا شغالين في اكتشاف الحالات. في الفترات الأخيرة تم تكثيف التوعية، تم تكثيف اكتشاف الحالات، بالتالي ظهرت لنا الحالات ممكن بصورة كبيرة. ممكن زي ما قلتي أنت، نسبة التغزم العام المتوسط للسودان كله 36.6، ودي نسبة كبيرة جدا. إحنا نعتبر يعني ثلث أطفال السودان، وإحنا يمكن ظاهر لنا الآن بتكلمي عن الولد ما قادر يقرأ وما قرأ لأنه ما كان عيان، ولا لأنه ما بيكره المادة، ولأنه لكن إحنا حقيقة أجرمنا في حق أطفالنا بأنه إحنا ما أديناهم الغذاء المناسب اللي بيحتوي على كل المغذيات الدغيرة. يمكن برضو واحدة من الاستراتيجيات اللي تبنتها وزارة الصحة هي تدعيم الغذاء بالمغذيات الدقيقة، والتدعيم ده إحنا شغالين فيه لنا فترة يعني. من ضمنها الأطفال الأقل من 5 سنوات اللي هو فيتامينه، بيوزع الأطفال أغلى من 5 سنوات، فيه 15 عنصر من الأملاح المعدنية والفيتامينات، ودي بيساعد شوية في إنه إحنا نقدر نعالج مشكلة التغذم. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله ربنا يديكم الصحة والعافية، وتقدروا أكيد تنشروا كل الوعي والثقافة في ما يخص أكيد التغذية السليمة. يمكن مجهودات وزارة الصحة الاتحادية كبيرة جدا، وأكيد جنود أكيد بنقول لهم كل التحية، وربنا إن شاء الله يا رب يخضر دراعكم بإذن الله. شكري لك جزيلا دكتورة إلهام طه محمد طه، كنت ضيفة معنا. شكرا لك. شكرا لكم كثير. شكرا لك. إذا مشاهدينا، دي كانت فقرة ترند حديثا حول ارتفاع معدلات التقزم وسط الأطفال، وزي ما ذكرنا الآن في النسب أنه النسب عالية جدا، بس الناس بقدر الإمكان اللي هو توعى لثقافة التغذية السليمة والتغذية الصحيحة، بحيث أنه أكيد نحافظ على كل أطفالنا. فاصل قصير وحنرجع نواصل معكم مرة ثانية.